اختتم اليوم فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان رؤية المستقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. يعني كريم، ما هي آخر ما جاء في جلسات اليوم من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي؟ نعم، إذا أجملنا ما حدث في اليوم الأخير للمنتدى العالمي في نسخته الثانية اليوم من العاصمة الإدارية الجديدة، سنتحدث بالطبع عن محاور هامة تم نقاشها في عدة جلسات، من أهمها بالطبع هو مستقبل الشباب بشكل عام والتحول الرقمي وأيضا آليات مهارات التعلم على مدى الحياة. هذه نقطة هامة تم نقاشها اليوم، وأيضا كان بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي كانت هناك جلسة أخرى، وتحدثوا عن فكرة التعاون الدولي من أجل تأهيل الكوادر لمستقبل أفضل في ظل بالطبع التطور الرقمي والتحول الرقمي الذي نمر به خصوصا بعد جائحة كورونا. واختتم اليوم منذ قليل وهو المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في نسخته الثانية بحفل ختامي، حفل ختامي ظهر فيه عدد كبير من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وبحضور عدد كبير جدا من الطلاب لهذه الجامعات. نعم. الذين كانوا يعني شاركوا في هذا اليوم بحوار مباشر مع وزير التعليم العالي، والذي خرجنا بالفعل منه بتوصيات هامة لهذا المنتدى، من أهمها سبل وآليات تطوير التعامل مع الشباب وتأهيلهم للمستقبل، وهي بالفعل تحت العنوان الهام وهو رؤية للمستقبل. كان هناك أيضا نقطة هامة جدا وهو تطوير العمل في البحث الفضائي، وهو بالطبع تحت رعاية الوكالة المصرية للفضاء، بالطبع متواجدة هنا مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة. وأيضا كان هناك نقطة هامة وهو تأهيل الشباب وسد الفجوة بين الشباب والقيادة السياسية أو أصحاب القرارات من الجامعات. نعم. بالنقاش والحوار المباشر بين الطلاب وأصحاب القرارات في الجامعات. وبالطبع اختتم اليوم بجائزة للابتكار لطلاب جامعة المنصورة، جائزة لهم على الإبداع والابتكار، وتأهيل وبالطبع عرض لهذا المنتدى في نسخته الثالثة الذي سيقام في ديسمبر من العام المقبل من السابع إلى التاسع من ديسمبر 2022. كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.